أول تفويج للحجيج الكاديين يغادر العاصمة أنجمينا متجها إلى الأراضي المقدسة لقضاء الركن الأخير من أركان الإسلام. وقبيل مغادرتهم لمطار حسن جاموس الدولي، ذكرهم رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بتنظيم الحج والعمرة إدريس دكوني الدكير بما يجب عليهم فعله أثناء أداء فريضة الحج، وحثهم على التحلي بالأخلاق الحميدة وضبط النفس والحفاظ على نظام اللجنة من أجل تسهيل الخدمات تفاديا لما وقع في العام الماضي من أخطاء. أما سفير المملكة العربية السعودية جميل عبد الرحمن شيشة، شكر اللجنة الدائمة المكلفة بتنظيم الحج والعمرة والحكومة التشادية على حسن تعاونها مع السفارة والمملكة العربية السعودية. سخر السفارة خادم الحرمين في أنجمينا كل إمكانياتها وطاقاتها من أجل تيسير إصدار تأشيرات دخول الحجاج إلى المملكة دون أي صعوبات، وذلك بالتعاون مع سلطات جمهورية تشاد وعلى رأسها وزارة الخارجية واللجنة الدائمة المكلفة بتنظيم الحج والعمرة في جمهورية تشاد. وزير الأمن العام أحمد محمد باشر قدم هو الآخر بعضا من الإرشادات للحجيج. من تشاد ماشي إلى المملكة لغرض أداء فريضة، والمملكة العربية السعودية مملكة صديقة وأخت، لا بد تكون الناس حق الحجاج بيت الله، تكون الناس محترمين في تربى أنفسكم حتى يدربوكم وبعد الإرشادات والرسائل المختلفة التي تلقاها الفوج الأول بمطار حسن جاموس وإكمال كل الترتيبات ومراجعة التذاكر والجوازات، تستعد الطائرة الأولى للإقلاع بالحجيج لتقل على متنها 301 حاج وحاجة غادروا ساحة المطار في تمام الساعة 9:15 مساء. في تمام الساعة 3 صباحا بالتوقيت المحلي للمدينة المنورة، حطت الطائرة الأولى التي تقل أول دفعة من الحجيج التشاديين في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، والتي تضم أكثر من 300 حاج من أصل 5200 حاجا لهذا العام. هذا وقد كان في استقبال هذه الدفعة الأولى بمطار المدينة المنورة السفير التشادي لدى المملكة العربية السعودية عثمان مطر بريما وعدد من مساعديه، وكذا نائب رئيس اللجنة الدائمة لتنظيم الحج والعمرة عمر آدم عبد الله ومساعديه، بالإضافة إلى عدد من أبناء الجالية التشادية. نائب رئيس اللجنة الدائمة الذي سبق وصول هذه الدفعة من أجل الوقوف على عمليات التنظيم فقد عبر عن انطباعاته. في الشباب في مستوى المدينة في مستوى مكة وجدة يحزون أن يخدموا إن شاء الله الحجاج التشاديين، ولاحظت أنت رقم عمل به سيدنا بكل صراحة في تغيير في تحسن في مستوى التنظيم، وحتى هنا في الاستقبال لو لاحظت في تغيير بالنسبة للمحاسبين المكة إن شاء الله سوي نتمنى حتى الحجاج إن شاء الله الحجة التشادية والحجة التشادية بإذن الله نأكل لكم، يعني ما نتكلم بس لكن إن شاء الله بعد الحجة الناس تتكلم عن التنسيق. القنصل التشادي العام شير نورمي الذي كان هو أيضا من ضمن المستقبلين فقد عبر عن سعادته البالغة بوصول هذه الدفعة، مؤكدا أن القنصلية ستكون في خدمة الحجاج التشاديين لإكمال مناسك الحج. هذا وفي نفس هذا النهج فقد تحدث سفير البلاد لدى المملكة العربية السعودية كما عبر عن سعادته البالغة بسلامة وصولهم. كل الناس يعني سعداء بهذه السفرية بكون التنظيم سار جيد لأول مرة نشهد يعني التغيير والتحسن ما يخص يعني رحلة الحجاج، وهذا يدل أن السلطات الكلية وذلك يعني رئيسة الحج قامت بالواجب، وهذا الشيء يعني يشبهنا جميعا أن الحج التشادي يجد تحسن في وضعه. علما بأن الحجاج التشاديين
وبمجرد وصولهم المدينة المنورة يقومون بزيارة مختلف الأماكن المقدسة بالمدينة والقبر الطاهر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ومختلف قبور الصحابة بالمدينة المنورة.